اهلا وسهلا ومرحبا بكل عشاق الرياضه، تبارك الله عليكم واتمنى تكونوا في صحه جيده. يا اما حوار جديد لاعبين مسيرين كذلك مهتمين بالشان الرياضي. وانا بلجيكا تبارك الله صنع الحمد لله، عندنا طاقات كبيره بزاف الحمد لله، ولينا الولاء هنا بلجيكا. معنا واحد السيد غني عن التعريف على الساحة الرياضية ببروكسل، خصوصا ببلدية مونامبي، كيشتغل ببلجيكا وكذلك بالمغرب. كان حنا غنحاولو نتكلمو معها في الإطار الرياضي وبس. معنا سي حسن الرحالي، عدى كرة القدم، كذلك الفيلو، بزاف ديال الرياضات دار، ودائما كيكون من الأوائل اللي كيصنعو شي حاجة هنا ببلجيكا. سي حسن مرحبا بك عندنا في إذاعة فورتير، مرحبا بنا عندكم في الإطار ديالكم وشكرا على الضيافة. سي نور الدين الزبق، السلام عليكم. وحنا الحمد لله كنعرفوا بعضياتنا من زمان، الحمد لله بحال العائلة. كنشكرك على اللي تفكرتيني باش ندير واحد الجلسة مع بعضياتنا. بغيت نرجع لواحد النقطة ديال يمكن واش عارف أنت ولا ما عرفتش، النقطة ديال المشكل اللي كنوقع في المونديال ديال لي بيتخيل، اللي أحد الرؤساء ديال رجاء بيضاوي اللي دابا في يعني في التخمين في التحقيق يعني التحقيق اذا على النقطه هذه كيفاش فاش شوف انا نقول لك واحد القضيه على انه كاش غنقول لك حنا انا شخصيا والاخوان اللي كانوا معايا والمغاربه كاملين مشينا بمبنى خاص. نعم. ديك ليتيكيل اللي كانوا في يدنا خلصناهم من لا فيفا. واحد اللحظه معينه كنكتشفوا على انه لي ماتش ديال الدول كامله موجوده واثمنة عاديه في الفيفا، ولي ماتش ديال المغرب ما كاينينش. هذا امر زعما غريب جدا اللي ما كيتسمعش. مشيت مثلا مشيت تفرج في البرازيل، خلص بثمن عادي ديال الفيفا، كنمشي كنجبر الماتش كنخلصو كان عادي ما كاين حتى شي مشكل. مشيت تفرج في هولندا مع مثلا شي سميتها السنغال، جبرت اثمنه عاديه. مشيت تفرج في السعوديه اثمنه عاديه. ملي كتمشي تشوف انت تقلب على المغرب ما كاينش بلاك اصلا، ما كاينش مره في الفيفا سولد اوت، كيقول بان حقها تباعوا. يعني امر غريب على انه اول شيء غير التيكي ديال المغرب هما اللي تباعوا، واللي باش ديال الدول الاخرى موجودين. هذه نقطه. والنقطه الاخرى على انه في المارشي نوار كتجبروا في 10 في 20 مثلا، كاين بعض لي بيي ديال المغرب وصلوا فاتوا 2 مليون دراهم مغربيه، 2000 اورو 2500. كاين المارشي مثلا ديال الكارد فينال واحد اللحظه معينه وصل حتى 5000 اورو. واحد المهم الجامعه الملكيه بطريقه غير مباشره قالوا بان الحق غادي يكون شي توزيع ما توزيع. فالناس غير كتسمع، يعني نقدر نقول انا بالنسبه لهذا الشيء ديال التوزيع على انه الجامعه الملكيه لكره القدم ما كانتش واضحه بالطريقه ديال التوزيع، وفي نفس الوقت ما كانتش واضحه واش كاين ليبيا او ما كاينينش. فالجمهور كان كيقول حنا ما بغيناش تعطيونا داك الشيء بلاش. وانا واحد منهم، حنا غير حطوا لنا ليبي يتباعوا باثمنه معقوله، مثلا كيتباع ليبي كان كيتباع 160 اورو او 200 اورو، حنا نخلصوا 200 اورو، نخلصوا 300 اورو، لكن حطوا لنا ديك ليبي في السيت ونشريوه، وما تخليوش المافيا وما تخليوش هاد الناس اللي كيغتنموا الفرص باش ياخذوا ليتيكي. او لا فيديراسيون بيدها عن طريق وغنقولوا حنا شي مؤسسه اللي عندها حق تولي تعود البيع، وكتعود البيع بطريقه قانونيه ونازهه، تشري ديك ليبيا. لان علاش قطر؟ حنا كنا بحال كنا في بلادنا، لان اول شيء راه كاين واحد الجاليه كبيره من اصل مغربي تبقى في قطر، والمغاربه ديال العالم والمغاربه ديال الداخل داروا كاملين داروا ديبلاسمون. نعم. يعني ما كتجبر مثلا الملعب كيهو 60000 واحد، لا دخلوا المغاربه كاملين غنعمروا حنا نعمروا حنا بوحنا. ويبقى الخير. ويبقى الخير. فهنا هذه الامور ديال ما غاديش نزيد نطولوا عليها حتى يخسر برنامج. وانا لا يكون بعلمهم بالنسبه لافيدراسيون ماروكين دو فوتبول، انا كنت اول توزيعه كانت باقي في الويتام دي فينال،
غير فيا فيا ما دو بوش اوغي من واحد غير من الفم الودن الودن كتسمعها قبل كاين ما كاين. وصلنا لذاك الاوتيل فين كاين جوستمون قريب كاين اللعابه وسمعنا كنا بشي 50 بلا تقريبا وسمعنا على غادي يكون توزيع. فبطريقه غير مباشره جاو نقولوا حنا الناس اللي غيوزعوا لي بي حنا كنا 50 حتى ولاو واقيلا شي 3000 واحد. هذاك تعرف التليفون عربي التليفون ماروكان ماشي مشكل مرحبا. فوقعت لك واحد الشويش ديال 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 الزحام. هذا العبد الضعيف انا وبزاف ديال الاخوان طلبنا مع كانوا صحافه الشباب مغاربه بحالك اللي طلبنا منهم على شخص يقول بحق الاخوان غادي نحاول الامكان ننظموا بعضياتنا وغادي ان شاء الله بحال هذا الشيء اللي هاد التذاكر اللي قالوا كاينين غادي نديروا الصف واحد بالواحد نوزعوهم على الاخوان كاملين حتى يتسالوا. وهذيك اللحظه معايا انا كنت من الناس اللي ساعدت بالنسبه لهذا الشيء ديال التوزيع حتى انا راسي نسيتو صراحه. حتى جا عندي واحد من اللي كيوزع قال لي واش انت عندك التيك ديال قلت له انا ما عنديش انا دابا انا كنساعد باش نوزع الامور اما بالنسبه لي انا ندبر على راسي ماشي مشكل. ولكن عطاني التيك خلي التيك ديالك انت وكمل على المسير الله يجازيك بخير. المهم فغباش نكمل لك هذه النقطه هذه. فهذيك النقطه معينه اللي معنا كنت لابس واحد اللباس بين قوسين رسمي جيت كرافط. انا كنت بكرافط هذيك اللحظه لان هذاك النهار ديال الشغل ديالي كنت كنغطي بعض الامور. كنت مشيت لافيفا ودخلت عند لافيفا وقلت لهم حق هادشي غير معقول وبغيت نتكلم مع المسؤول يعني كوميرسيال اللي مسؤول بهادشي ديال السيت ديال الفيفا اللي كيبيعوا التذاكر. بغيت نعرف علاش التذاكر ديال المغرب ما كاينينش وعلاش هاد الاثمنه كيعطوا نقولوا حنا الفوفير الضوء الاخضر نقولوا حنا لي غوفوندور الناس اللي كيوليو يعاودوا البيع يعطوه الرخصه يبيع بالاثمنه اللي بغا. فالمهم حاولت ما امكن ندير ان انفستيغاسيون وحاولت ما امكن باش نفتح بعض الامور. المهم راه ديك الشيء راه كاين في السيت واحد يمشي يشوف. حاولنا مع بالنسبه للجامعه الملكيه لكره القدم حنا كمغاربه ساعدنا. حنا اللي كيهم اللي كان كيهمنا هو الرجل الاول اللاعب 12 يكون حاضر بقوه لان قال الركلاكي وكيقولوا اللعابه كاملين لو ما كانش الجمهور المغربي ما كانوش يوصلوا داك الشيء اللي وصلوا النهائي. داروا تورنوا كومبلي داروا سبعه ديال الماتش. والرجل انا كنقولها ونعاودها الرجل ذاك اللاعب رقم 12 بالله العظيم كان كيلعب كانوا كيدخلوا كنا كندخلوا لذاك الملعب ما كناش كاع كنتفرجوا حنا. حنا كان اللي كيهمنا هي نشجعوا واحد القوه باش نرفعوا الاسود الاطلس يمشيوا للامام ويماركي سير باش يماركي. فهذه غنخليوها بين قوسين نولي نقدر نجلسوا عليها. ولكن ديك الطريقه كيفاش توزع الامور في الويتيام من بعد لوكار من بعد الدومي هنا هذه الطريقه هذيا ضعفت اللاعب رقم 12. الناس كانت كتعب لان ما جبرتش التذاكر بطريقه عاديه وطريقه رسميه. غير كتسمع بان حق الجامعه غادي ينظموا شي توزيع في شي ملعب واحد الملعب داروا في الخلا. انا بدي نمشي ديال الاكسبيريونس ديت هذه التجربه مشيت حتى انا مع الناس سمعت بان حق كاين توزيع والناس مشات دارت دير الفيله مع التسعود ديال الليل تسعود ديال الليل وقفت تما وسامعين بان حق كاين توزيع لا غدا مع 10 ديال الصباح. وكنت انا حاضر راه في لي ريزو نقدر نصيفط لك الفيديو يعني انا وصلت تما مع 10 كانوا ديجا 3000 واحد 10 الليل 3000 واحد لا غدا الصباح كنا اكثر من 6000 واحد. وكان ديك النهار سبحان الله واحد الشمس يعني حره كتنرس وحتى شي واحد من المسؤولين ما قال اللهم هذا منكر ما يمكنش نخليو ديك الناس يباتوا تما يجيو يجبروا لهم شي حل ونفرقوا تما ديك اللحظه هذيك. لكن التذاكر يتفرقوا في ديك اللحظه هذيك ونهنوا السوق الناس الاطفال ديالهم النساء بولادهم الرجال اكسترا. هذه معك صراحه فضيحه اللي صراحه الجامعه هي مسؤوله لان مهما هي قالت بان كاين التذاكر اذا الناس طبعا غادي تمشي توقف تمشي تحاول ما امكن تمشي هي الاولى وباتت الناس. انا كنت من الناس اللي بات الناس ما واقفين حتى واحد ما نعس واقفين. كان واحد الجو زوين ما كتسمى لا فوضى لا حتى شي حاجه. كان واحد الجو الناس كانت كتعاود النكاتي الناس اللي كيذكر الله اللي كيدير الاناشيد الليل كامل علاش حبا في الوطن
وحبا في هذا الفريق باش يوصل الى الامام باش يمشي الى الى ندخلوا حنا للربع او النصف او النهائي. ولكن هذيك الليله هذيك خاصه ديك الليله اللي كان غادي كنا غنمشيو للنصف النهائي هذيك الليله الجمهور او نقولوا حنا اللاعب رقم 12 تعب 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 تعب. تصور انت الناس اللي الكامل هو واقف باش ياخذ تذكره اللي خذا تذكره النص ما خداهاش او اكثر من النص اللي ما خداهاش لان ما وصلتش النيبه بحق اللي خداها ودخل دخل التيران راه كان مهلوك كان عيان اذا ما عطاش. فهذا الشيء راه طبعا وصل للجامعه وكنتمنى على انهم ياخذوا عين ياخذوا الخبره من هذا الشيء اللي وقع. ولا كانت التذاكير الجامعه الملكيه تقولها بطريقه واضحه عندنا 1000 تذكره 1000 تذكره مثلا والاول بالاول اللي جا عديروا الصف 1000 الاولى راه ياخذوا والاخرين راه يسمحوا لنا كتكون واضحه. وهذا هو المشكل اللي وقع على انه كان 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 غموض وكانت الامور غير واضحه غير واضحه. وانا هذا الشيء بغيت يوصل السي القجر الفوزي اللي اتصلت فيه في الخطر ولكن بون نقدر نفهم على انه كان مشغول مع 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 الفريق كان مشغول مع ديك النتائج الرائعه اللي كانت دارت. ولكن اليوم راه عنده الوقت فني يرجع يشوف ديك الفيلم اللي داز باش ان شاء الله هذا الغلط ما يوقعش. لان الرجل رقم 12 او اللاعب رقم 12 عنده دور مهم جدا 50% من الفريق 50% من الفريق. ونقول لك واحد الغيابه ما كنتش لاعب ولكن ذاك الجمهور اللي كنت كنسمعو كيغوت بهذه الطريقه او كيشهد او كي او كيغني واش الشعر كيوقع مع الشعر ولا الشعر وقف انا قلت لك بامكان شعري 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 غنكملوا ان شاء الله بحول الله الكابسه بحال اللي كنقولوا في المانيا. المهم تصور انت واحد اللي ما كيعرفش يلعب ولا يعرف يلعب مهما على انه حنا عندنا لعابه تما محترفين والنيفو انترناسيونال بهذا الجمهور بحال هكا ف كان بامكانهم بكل صراحه يمشوا للفينال وممكن كاع يلعبوا الفينال. نحاول نمشوا للزربه الحوار شيق مع سي حسن الرحالي. سي حسن جيتي ديرت لبلجيكا ومن بعد مشيتي ديرت القصر الكبير واش مع المنظمين ماشي مع المنظمين شفناك في المطار شفناك في السياره شفناك في الكامبو باستقبال اشرف حكيمي تكلمنا على هذا الاستقبال. المهم بارك الله فيك كنشكرك على انك متبع معايا كنشكرك على اللي متبع من قطر مشيتي مباشره مشيتي مباشره لبلجيكا. اول شيء الحمد لله رب العالمين مشيت للسعوديه دوزت واحد في الرياض يومين في الرياض مشيت الحمد لله درت العمره مشيت للمدينه ومن المدينه مشيت لفلسطين واسرائيل جوج بهم تل ابيب والحمد لله مشيت للقدس تلاقيت مع الحمد لله مع خوتنا الفلسطينيين اللي الحمد لله رحبوا بنا وملي كانوا كيسمعوا لا في السعوديه ولا في فلسطين كيسمعوك مغربي كيقول لك رفعت روسنا. دخلت بعض المقاهي في القدس اللي الرايات المغربيه في كل بلاصه اطفال كيعلي هكا كيقول لي شوف كان جبر عنده واحد التيشيرت ديال المغرب. فصراحه المغرب وهذه بغيت نزيد ناكد عليها على انه هو اللعابه والجمهور المغربي رفع الريوس ديال المغاربه وديال العرب كلهم وديال المسلمين ديال افريقيا. فهذه هي النقطه اللي خصنا حنا نبقاو متذكرينها ولو كيوقعوا مشاكل وقع بعض الخلل وقع هذا هادشي اللي كامل كيتفادى وهادشي اللي كامل نقدروا نتعلموا من هاد الاخطاء ونحسنوها ماشي مشكل. حنا ما غنبقاش حنا نقول حنا نخليو داكشي في القلب ديالنا غنحسن الوضعيه. ولكن اللي مهم على انه هو المغاربه لا الجمهور ولا اللعابه خلاو واحد الصوره جميله جدا اللي ما عاد تنساش في العالم عمرها ما تنسى في التاريخ. احنا ماشي احنا كتبنا التاريخ ماشي هو اللي كتبنا من جديد لا كتبنا التاريخ لان لحد الان باقي ما كنستوعبش داك الشيء اللي حقق لا اللعابه ولا الجمهور ديالو ولا الكراكي ولا المسؤولين كاملين بهم. تبارك الله علينا جميعا احنا كمغاربه الداخل ومغاربه الخارج. بالنسبه من بعد القدس رجعت افكتيفون بلجيكا واتصل بي الله يجازيه بخير السيد رئيس سيمو محمد قال لي شوف راه ما كرهتش تكون معنا كاين اشرف حكيمي غادي نستضيفوه فاذا قدرت تجي. انا كنت صراحه تعبان كنت تعبان من السفر مش سهله ومع ذلك قلت اوكي غادي على حب القصر الكبير وحب الوطن وحب المغاربه غادي نمشي ونحضر الاستقبال ديال السي حكيمي. وهذا الشيء اللي كان استقبلنا السي حكيمي الحمد لله صراحه القصروه كيموتوا على ظهروا على انه هو كيموتوا على ذاك الشخص كيموتوا على المغاربه كاملين على اللعابه كاملين وخاصه الحكيمي اللي هو الام ديالهم من الاصل من القصر الكبير
ف الحمايه هو ولد الحمه. دابا الحكيمي، دابا الحكيمي 100% ملي كان ستيتو ملي كنقولوا حنا ملي كان صغيور راه كان كيلعب ضد الدليل. غير المهم انا كان باقي صغيور، المهم هو في الحومه ديالي، في الحومه ديالي بالضبط. انا راه ولد المنصور والام ديالو راه هي ساكنه تما في المنصور كذلك، في حومه وحده مع بعضياتنا. ف قدر الله ما شاء فعل، تلاقينا في ديك الفتره اللي كانت فتره جميله، وكان صراحه ترحب شيق. ولو وقع نقول حنا حنا غادي ليها شويه شويه. سي حسن، يعني بغيت نتكلم كيف كان الاكل. الاكل متنوع، خصوصا الاكله اللي دارت واحد البوز كثير هي الاكله الشماليه البيصاره، وكذلك الجلابه البلديه. يعني علاش عطيتو هذا الشيء؟ واش من اجل شنو هو؟ يكون واحد رساله للعالم. بالنسبه للصنف انا ما كنتش داخل في الصنف، انا كنت ضيف. انا كنت ضيف ولكن شفناك بحال منظم. لا ماشي منظم، انا كنت ضيف. كنشكر الحاج سيمو على الاستضافه ديالو ولبيتها. وطبعا ويكون اشرف حكيم هو يكون انسان ثاني. انا صديق او غادي يعرضني، غادي نمشي اذا خلاص نمشي غادي نمشي. فبالنسبه للتنظيم انا ما كنتش في التنظيم، ولكن بالنسبه نقولوا حنا الترحب كيفاش كان. لا بالنسبه للاكل، المهم هذاك الشيء ديال ديك البيصاره او الاكله ديال الشمال اللي دارت الدرجه، واحد دار واحد الصوره معينه وبانت غير هي اللي كانت. فصراحه كان الاكل مختلف. هي لا حنا عائله كامله كانت الحمد لله رب العالمين. اللي وقع في ديك في ديك في ديك نقول حنا الصدفه على انه ما كانش حتى المنظمين ما كانش كينتظروا كيظنوا على ان غادي يكون الحضور ديال الحجم. كان الحضور يعني كبير جدا، يعني نقولوا حنا تقريبا ان توكا الناس اللي كتهتم بالكره وبالرياضه كلها كتحضر. 24000 متفرج صحيح ولا اقل؟ شوف الالوفات كانوا، ما نقدرش نقول لك ان 24. انا بالنسبه لي انا على ما كنت كنشوف انا وعلى حسب ما كنهضر كان على الحضور بالملعب تكون 5000 6000، ولكن راه كانت الوفات اخرى اللي نقولوا حنا كانت حاضره في اللي كان ديك قصر الضيافه الناس في الشوارع. فلا جمعت هذا الشيء كامل غادي تفوت 10000 تفوتها. ما نقدرش نعطيك انا، ما حسبتش انا واحد لا ولكن الوفات كانت. بالنسبه لكم كنت تشوف مطار طنجه، الهم الهائل، الكم الهائل ديال الجمهور اللي كان في المطار، وكانت صعوبه باش يخرج اشرف حكيمي، ما زدتكمش في الكابينه تبقت يكون تفكر. لا انا بحال قلت لك انا ماشي من المنظمين، انا هو اخطا في التنظيم كان هذا واضح. علاش كان؟ لان ما توقعوش على ان غادي يكون هاد الناس كامله. وكان من المفروض وراه قلت ماشي مره ماشي جوج من بعد في قناه اخرى، على انك خصو تكون ويكون واحد الفريق ديال الامن داك الكوب دي سيكوريتي سبيسياليزي، اللي يعني مختص بهذا الامر، مختص بهذا الامر الحركه، اللي يجي من يجي مثلا من اما يجي من مدن كبيره، اما يجي من الخارج. المهم شي فريق اللي هو متمكن واللي هو عاده كيدير الامن ديال النجوم بحال هكا، ماشي على ما يكون مشوق يشوف واحد النجم جاي حتى هو يبغي يتصور معاه. يعني هو كيكون مهتم بالخدمه ديالو مع بالنسبه للامن. فهذه النقطه اللي هذا الغلط هذا وقع. وكذلك عاوتاني بالنسبه للحضور ديال الامن الوطني ما كانش بواحد الحجم اللي كيخصو يكون. لان ما انتظروش، ما كانوش كينتظروا على انه غادي يكون غادي يكون هذا العدد بحال هكا. ولكن انا متاكد على انه مستقبلا ان شاء الله يجي حكيمي او يجي شي نجم اخر. ف الحاج سيمون مأكد على انه هو اول شيء واحد اخر اللي غادي يكون غادي ينظم شحال بهذا الحجم هذا، هو غادي ياخذوا نقولوا حنا كيفاش نقولوا حنا الامور اللازمه باش ما يوقعوش مشاكل. كتظن بان حكيمي عاجل اقصر مره اخرى؟ كاين شي مشاريع؟ انا ما عنديش بحسب المعلومات ديالي القرب ديالك السيمو القرب ديالك. لا القرب ديالي انا بالنسبه للحاج سيمو او بالنسبه للاخوان ديال المجلس البلدي هي حب في القصر الكبير. انا عندي فريق ديال الرياضه هنا في بروكسل، عندي فريق ديال الرياضه مسؤول به في اصيله، كنهتم بالرياضه. فاي نقولوا حنا مبادره رياضيه
او مبادره ثقافيه اللي كتسمى قصر كبير وكتسمى المغرب وعرضوني غادي نمشي. مرحبا. ولكن انا ماشي في الكوليس باش نقول لك انا شني واش كاين شي اتفاقيات ام لا. فاذا كانت اتفاقيات راه المفروض غادي نعرفوها حنا كما بينا ونعرفوها في نفس الوقت. اما بالنسبه للحكيمي ديك السؤال واش يرجع وما رجعش للمغرب، مباشره من بعد ما غادر الوطن كتب في انستغرام ديالو على انه هو ما كانش كينتظر ما كانش كيظن ان حق القصر هو كانوا كيبغيوه بهذا الحجم هذا هو. فطبعا غادي يولي يرجع للقصر الكبير. انا كنت في بلاصتو غنرجع للقصر الكبير وغادي نجلس اطول من ذلك. انا كنطلب منك الخي اشرف في ولدنا انت دابا في السن ديال ولادي اشرف حكيمي تجي للقصر الكبير وتدوز واحد الفتره اطول من ذلك. وان شاء الله بحول الله اذا طلبوا مني الاخوان ديال القصر باش نساعدهم انا في التنظيم يا اهلا وسهلا باش ما يوقعش شي مشكل بحال هكا. الحمد لله عندنا هنا اخوان اصول مغربيه اللي هي مختصه في هذا الدومين هذا هو لا هنا ولا في فرنسا ولا حتى في المغرب اللي ان شاء الله غنديروا يد في يد ونرحبوا بك انت او نرحبوا باي نجم كان في المغرب وكشي يدوز كما يرى ان شاء الله بحول الله. اخر نقطه اللي غنتكلموا عليها هي مونديالتو. مشيتي للمونديال ومشيتي للمونديالتو اللي كان في المغرب في طنجه في الرباط فواحد الفتره وجيزه جدا بغيتي تعرف كل شيء. انا صحيح دابا انا بقول واحد القضيه حتى المونديال باقي ما خوز والو وي دابا خوز والو المونديال غير ما فتحنا واحد بارونتاز اخي نردين لا لان المتتبعين خاصهم يعرفوا بزاف ديال المعلومات والوقت ما كاينش ولكن خصنا نحاولوا نعطيهم هما واحد شي حاجه ديال ماشي مشكل حتى المونديال شريت ها هو شريت جبت واحد السوفينير ديال اسمح لي كان مقلوب السوفينير ديال المونداليتو اللي كان ديك السبعه سبعه ديال الفرق عندك الريال مدريد الاهلي هذاك سياتل الساندرز عندك الوداد طبعا عندك اوبلاند سيتي ديال نيوزيلاند عندك الهلال وعندك فلامينغو. انا حضرت الاهلي حضرت الهلال حضرت سياتل المهم حضرتهم كاملين الا الريال مدريد ما كنتش نقدر نحضر لان الغد ديال الفينال كان عندي التنظيم ديال السباق ديال الدراجه الهوائيه ديال السيكيزم في اصيلا فما قدرتش في نفس الوقت نحضر بالليل في الرباط ونرجع باش ندير التنظيم ديال الحفل الصباح في اصيلا كان صعيب وصراحه ما قدرتش نفلت المونديالتو خاصه هو بلادنا في المغرب. حنا كنت في الجو ديال قطر كانني في المغرب فالمونديالتو نظمنا الحمد لله خاطر ما يمكنش ما نمشيوش نحضروا له فحضرنا له غطينا راه عملت بعض البرامج بزينه كتبيني تسمى كان الجو صراحه رائع على حسب على ما كتقول يقول الاجنبيين منهم لا لي بريزيليان ولا منهم لي اسبانيول ولا ديك الناس اللي كانوا حضروا تسمى ولا الناس ديال نيوزيلاند ولا الناس لي امريكان كلهم كانوا فرحانين بالحضور ديالهم في المغرب. لا بغيت بان احنا قريب ان شاء الله نضموا كاس الامم الافريقيه 2025 اللي وقع واحد ان شاء الله يكون خير على المغرب ومؤكدين على المغرب. كيفاش شفت التنظيم وكيفاش شفت القدره ديال المغاربه باش نضموا مثلا مونديالتو كذلك هذا كاس الامم الافريقيه اللي جاي ان شاء الله. شوف بالنسبه للتنظيم في طنجه كان صراحه التنظيم احسن من الرباط هذه نقولها على حسب ما شفت ممكن في الرباط كان الناس اكثر نعم في نفس الوقت كنظن ان حق المنظمين كخصهم ينتظروا على انه هو غادي يجيو الناس بزاف وممكن كاع يفوتوا العدد ديال الملعب اذا كخصو ذوك رجال الامن وذوك لا سيكيورتي وهذوك الناس كامل اللي غادي تكون حاضره تما اللي غادي تنظم كخصها تكون واحد الكيمياء تكون ازيد من ذلك. مثلا مثلا خصنا 100 واحد حنا نجيو 150 واحد او ندبلو ليفيكتيف باش ما نطيحوش في هذا المشكل. فالنهار ديال الهلال ضد الوداد تما وقع ان ديباردومون حتى في الدخول كان ديال الازدحام وكان وقع واحد المشكل في الابواب كلها تقريبا نعم. يعني تما كان واحد الخلل اللي كنتمنى على انه هو المنظمين ما بقاش يطيحوا في هذا الفخ هذا في هذا المشكل على انه كخصهم كما في قطر كان واحد القضيه مهمه جدا. قطر كانوا كيلعبوا بلي باغيير كانوا كيلعبوا بلي باغيير يعني مثلا ماشي كنعمل باغيير غدا نيشان كيدور لا كيدور ديك باغيير بحال ديال المطار كيدور باش كتوقف ديك الازدحام نعم كيكون بلي باغيير ديال جوده ثقال باش غتشبر اجي وهز هاولا تبعها
كيكون مركب بواحد الطريقه اللي هما مركبين بياسه وحده، ما يمكنش ما يمكنلكش تزعلهم. هذه نقطه مهمه اللي المغرب الى بغى التنظيم ديال كاس ديال كاس افريقيا ندوك كاس افريقيا 25 كان خاص يمشيو غير يشوفوا كيفاش قطر دارت. ماشي خاطر ماشي ناقصش بزاف ديال الرجال، ولكن الماتيريال الطريقه هذيك نقولوا حنا لا ستركتور باش كتعدلها بامكان تعمل غير مثلا 10 ديال الناس، ولكن ديك لا ستركتور ما يمكنلكش تنقصها. فهمتيني؟ فهذه وقعت في الرباط في طنجه صراحه الامور كانت مزيانه يعني نقولوا حنا 8 على 10. بما سير مثلا المباراه ديال الوداد مع الهلال السعودي، كيف شفتي الجمهور ديال الوداد البيضاوي؟ والجمهور ديال والجمهور المغربي انا كان بروبليم كنشير شوف الصحيفه لا ديالي الشخصيه او ديال زين الكتافي كاننا في قطر. كنا كاننا في قطر وتصور انت حتى الفلامينغو اللي حضرت انا الفلامينغو كان يلعب ضد الاهلي، وحتى هما ولاو كيقولوا سير سير سير. هاد سير سير ولات لغه دوليه، كلشي ولا كيعرفوا شنو كتعني ولاو كيستعملوها باش يشجعوا الفريق ديالهم. فاما البون الوداد صراحه الجمهور جميل جدا، واحد كانك تعيش واحد المسرح او كتفرج شي فيلم شيق. مع الاسف الوداد دار واحد الغلط في ذاك الماتش، وهذه هي الكره النتيجه ما كانش في بلاصتها. كانوا رابحين حتى جات كانوا رابحين بواحد لزيرو حتى جا ديك اليد في الارض. المهم هذه كتوقع، المهم كانت الله يوفق البركه ان شاء الله بحول الله. المهم الهلال كان الضيف ديالنا، ف تما راه شجعونا في قطر والعرب كلهم شجعونا في قطر، فكان احنا بقينا كنشجعوا من بعد طبعا لا ضد الهلال لا ضد اوكلاند ولا ضد مدريد، انا كنت مشجعهم طبعا، ولكن المهم كتبقى النتيجه والخبره.